الطعن اللي قدمناه ما هوش اعتراف بأننا تعرضنا للكولسة. الطعن اللي قدمناه قدمناه على أساس أنه يدفي دون الماتش، كاين وقائع في هذه المقابلة اللي احنا نكونتيستيو، احنا ماناش راضيين بوشوقا، فهذو ما احنا عملنا لهم الطعن. لا علاقة لها بالكولسة والحكاية ما تسموه انتم الكولسة، لأنه أنا بدون دليل ما نتكلمش. احنا بالنسبة لنا الحكم في كثير من الأمور خذا قرارات لم ترضينا، درنا ان ريكور، نو زافون دروا دو فير لو ريكور، نو لافون في. Maintenant, pour un pour notre dans le délire encore, hein, une fois encore, notre dans le délire de tout mettre sur l'arbitrage, moi je ne suis pas dans le domaine. L'arbitrage, je peux prendre des décisions, عندها تأثير على المقابلة أكثر ما من قرار التحكيم. مثلا احنا او نيفو دو نوتر في نوتر ريكور، احنا تكلمنا اذا اعطينا دي في وقلنا باللي ونطلبنا من هيئات الفيفا التحقيق. مثلا اذا هيئات الفيفا هي تحقق وتلقى باللي كاين دي في كي بوف جوستيفي كون غوجو لو ماتش سا سي هذه الفيفا، لكن احنا قلنا غوجوي لو ماتش التحقيق اي غوجوي الماتش ايفونتويلمون. دونك علاش؟ لانه اذا اثبت انه لانه الحالتين اللي سولون لي ريغلومون دو لا فيفا، الحالتين اللي تلعب يتعاود فيهم الماتش سي كي الاربيتر يجي ويقول انا غلط، يعني مستحيل تكون. الحالة الثانية انه تكون هناك كوربسيون مانيبيلاسيون دو ريزولتا، امور هذه، واحنا هذه من بصراحة بدون دليل لا نتهم احدا اولا، هذه الشيء الاكيد الشيء، لكن حقنا انه طلبنا من الفيفا، لان الفيفا كذلك معنية وعندها هيئات، طلبنا من الفيفا التحقيق والتحقق من ما قد يكون يعني هذا النوع من الاسباب.